الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك ووليك وصفيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على النبي محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل على حبيب القلوب وطبيب القلوب سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرس الليلة يا جماعة ما فيش في مقدمات، ما فيش مقدمات في درس الليلة. مقدمات ازاي؟ هو لو واحد شاف حريق أو طلع يستنجد بالناس هيروح يقدم لهم مقدمات؟ هو لو حد حط السكين على رقبة ابنك هتقول للناس مقدمات؟ هو لو حد جه يسرق شقة عمرك هتقدم مقدمات؟ ما فيش مقدمات. حبيب الله اتشتم، رسول الله صلى الله عليه وسلم خير خلق الله إلى الله اتشتم، يبقى ما فيش مقدمات. كل يوم بناخد خبطة جديدة على قلوبنا تجاه شتم النبي عليه الصلاة والسلام. أول امبارح ناتاليا اليهودية عليها من الله ما تستحقه لما رسمت صورة خنزير لعانهم الله، ثم كتبت عليه اسم رسول الله ووزعت الورقة. لسه ما فوقناش من الصدمة، نصحى على صدمة تانية، صحيفة دنماركية ترسم صور مسيئة الى الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعني الصحف الاسلامية تستجدي ملكة الدنمارك انها تعتذر، وملكة الدنمارك ترفض اي اعتذار، والاتحاد الاوروبي يتواطأ ويتعاون ويساند ويناصر علنا الدنمارك وما فعلته الدنمارك، والاعلام الفرنسي والاعلام السويدي كله يناصر ما فعلته الدنمارك وما يرضوش ان هم يعتذروا. ثم نصحى النهاردة على 17 جريدة دنماركية، 17 جريدة توحدوا مع بعض ورسموا الرسومات المسيئة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مرة أخرى وأعلنوها مرة أخرى. ليه؟ نفس اللي المشركين عملوه يوم هجرة النبي لما حصروا بيت النبي وكل واحد هيضربه في السيف حتى يتفرق دم رسول الله بين القبائل. أو الصحف الدنماركية أرادت أن كل صحيفة تدي صفحة لسب النبي حتى يتفرق عرض رسول الله بين الجرائد. عليه من الله ما يستحقونه. يعني ليه السبب كده؟ اذا كانوا جريدة بقوا 17 ليه؟ لان احنا سكتنا، لان احنا كل اللي عملناه ان احنا عيطنا. هنفضل نعيط لغايه امتى؟ هنفضل نشجب وندين ونستنكر لغايه امتى؟ جلدمائير لما اليهود حرقوا المسجد الاقصى وسالوها بعدها قالت ندمت اني لم انسفه نسفا. قالوا لها ليه؟ قالت لهم احنا كنا متوقعين ان المسلمين هيعملوا ثورة ضد اللي حصل، لدرجة ان زعماء اليهود استخبوا في المخابئ، لما لقينا كل اللي حصل كلام يا ريتنا كنا نسفناه نسف. شايفين تفكيرهم ايه يا جماعة؟ حبيب الله اتشتت، رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندك اغلى من رسول الله مين؟ عندك اغلى من حبيب الله مين؟ مين اغلى عندنا منه؟ لو مراتك او بنتك او اختك واحد طلع عليها اشاعات وافترى عليها بشرفها وعرضها هتتجنن قد ايه وهتعمل فيه ايه؟ طب دول افتروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا بيقول وطعنوا في دينكم. الناس دي يا جماعة مش بتطعن في ابنك، في ابنك ده بيطعنوا في دينك اللي اغلى من اي حاجة في حياتك. طعنوا في دينكم. اصل هم فاكرين ان الاسلام حاجة البشر هم اللي عملوها، فجسد من لحم ودم زي البشر، فلما يطعن ينزف ويموت زي البشر. مش عارفين ان الاسلام جسد من نور، لما يطعن يخرج ايه؟ نور، يخرج نور. يوم عظمة الاسلام تزيد اكتر وتوضح اكتر والناس ينبهروا بالاسلام اكتر. طعنوا في نبيكم. هن عليك، هن عليكي، هن عليك رسول الله يشتم، هن عليك حبيب الله يسب، هن عليك اللي عاش عمره حياة وحياته كلها عشانك يؤذى، هن عليك اللي دخل حلقات الحديد في لحمه وعظم وشه وكسر عظم وشه وترضخ كتفه وركبته وبيدافع عنك وعنك عشان نطلع مسلمين، هن عليك ان هو يؤذى؟ هن عليك رسول الله اللي كان بيموت وروحه بتغرغر في صدره وبيعاني من سكرات الموت ومش راضي رغم ألم الموت انه ما يوصناش وبيموت وبيقول الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم؟ هن عليك اللي من حب ربنا ليه ربنا خلاه يصلي امام بكل الانبياء في صلاة في المسجد الاقصى؟ اللي من حب ربنا ليه ربنا رفعه لسدرة المنتهى؟ اللي من حب ربنا ليه ربنا رفعه القاب قوسين او ادنى من العرش؟ اللي من حب ربنا ليه؟ هن عليكي اللي لولاه كان زمانة كل واحد مننا فحمة في جهنم لولا ربنا انقذنا به عليه الصلاة والسلام. هن علينا،
كان على رسول الله يسب واحنا عايشين وبناكل كاتشب ومايونيز وقاعدين نستلذ في الدنيا وقاعدين نشوف طموحاتنا في الدنيا ومشاغلنا في الدنيا ومشاكلنا في الدنيا. هان علينا، هان علينا اللي جبريل قال لي ميكائيل في حديث صححه الألباني: لو وزن أهل السماوات والأرض بمحمد لرجحهن عليه الصلاة والسلام. ازاي هون علينا يا جماعة؟ يعني فضلك ايه من دينك؟ فضلك ايه من دينك لو رسول الله اوذي وانت ساكت؟ فضلنا ايه من ديننا لو رسول الله اعتدي عليه واحنا ساكتين؟ نبي الله تخيل لما كانوا الشباب خاركين في المظاهرات بتاعه انتصارات مصر التاريخيه في الكوره، تخيل لو النبي عليه الصلاه والسلام ربنا احياه ووجههم ساعتها، قالوا له يا رسول الله الدنمارك شتموك تاني يا رسول الله؟ قال لهم الدنمارك الكفار، وانتم مستنيين من الكفار انهم كانوا يعملوا معايا ايه؟ كنا مستنيين من الكفار انهم يعملوا يمجدوا النبي عليه الصلاه والسلام، كنا منتصرين منهم ايه؟ صدمه النبي في اللي خذلوه اكتر من صدمه النبي في اللي شتموه. حزن النبي على النبي كان ممكن يتوقع ان الكفار يشتموه، انما يتوقع ان المسلمين يخذلوه للدرجه دي؟ لا يمكن، لا يمكن اللي بيحصل ده يا جماعه. النبي يقف قدام اللي خارجين فرحانين بالمباراه والانتصار يقول لهم انتوا مين؟ انت اللي كشف شعرك انت مين؟ انت مسلمه؟ انتوا يا اللي كانت المساجد في صلاه العشاء فاضيه وانتوا بتتفرجوا على الماتش مستعدين ليه؟ انتوا مين؟ هيبقى حزن النبي علينا اكتر من حزنه على اللي شتموه. احنا الجرح الحقيقي في قلب النبي عليه الصلاه والسلام. محمد رسول الله ده نص ديننا يا جماعه، والنص الثاني مبني عليه. يعني يعني وصلت لدرجه النبي؟ النبي ده احنا ما ننساش ان احنا نعيش. والله العظيم لو كان ده حصل في عهد الصحابه كانوا عملوا ايه؟ كانت رقبتهم والله العظيم اتقدمت في سبيل نصره رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا عارف الوقت ان شباب كتير وبنات كتير وامهات واباء بيسالوا هو بيشتموا النبي ليه؟ هم بيعملوا كده ليه؟ سؤال بريء جدا. انتوا عارفين ليه؟ انت السبب، انت السبب. لما ارادوا ان هم ياخدوا الاندلس من المسلمين بعتوا واحد فلقى شاب قاعد يبكي على نهر، على شط نهر، فقال له انت بتبكي ليه؟ قال له انا ببكي لان النشان بتاعي كنت بجيب من النشان من الرميه الاولى، والنشان بتاعي المره دي ما جبتوش من الرميه الاولى، اجاهد اعداء الله ازاي؟ رجع قال لهم لا 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 استنوا استنوا مش الوقت خالص. بعد سنين من المؤامرات راح مرة أخرى واحد فلقى شاب قاعد على النهر برضه بيعيط، بيقول له أنت بتعيط ليه؟ قال له أصل العود بتاعي اتكسر مني، هغني إزاي؟ وهعزف إزاي؟ قال لهم خلاص بس الوقتي. ما هم عملوا معانا كده ازاي لما لقوا الشاب بيبكي من انه الجهاد في سبيل الله والنشان في سبيل الله؟ بس ده النساء كلهم لابسين نقاب وحجاب عندهم ما تقدروش تضربوهم دلوقتي، ده الاطفال كلهم بيحفظوا القران عندهم، ده الشباب كلهم بيتعلموا دينهم وبيدعوا الى الله، ده صلاه الفجر عندهم عامله زي صلاه الجمعه، ده النساء والرجاله كلهم اصحاب رساله وعايشين من اجل رسالتهم ودينهم. امال نعمل ايه؟ استنوا استنوا عليهم، بوظوا لهم الاعلان، هاتوا لهم تمثيليه الساعه 8 وتمثيليه الساعه 9 وتمثيليه الساعه 12 وبين التمثيليات برامج وبين البرامج اعلانات، اعملوا لهم فضائيات منحله مش هتقدر تغمض عينيك، وخلوا الخوف من الله يموت في قلوبهم لغايه ما هم اللي يعملوا فضائيات أسوأ من الفضائيات اللي احنا صدرناها لهم من اول الستار اكاديمي لغايه الاستريبتيز على ايد المسلمين. اعملوا لهم قناه فضائيه للاطفال تلحس دماغ دماغ الاطفال، تبوظ دماغ العيال. طفل في مسجد جنبنا واحد بيقول له ادعي يا حبيب قلبي ربنا، قال يا رب اتحول يا رب انا عايز اتحول، اتفرج من كتر فرجته على برامج الاطفال بقى عايز يتحول لوحش ولا لاي حاجه من اللي اتفرج عليها. اعملوا لهم مصايف وقرى سياحيه واللبس، صدروا للبنات لبس. واحد صاحبنا سافر في افريقيا يدعو الى الله، فرنسا بتصدر لوسط افريقيا في الاماكن المسلمه لبس عاري برخص التراب من غير فلوس خالص. ليه؟ هم عايزين كده ليه؟ ادوا لهم لبس بناتنا نفسهم ما بيلبسوهوش في الشوارع. النت اعملوا لهم مواقع نت منحله بتتكلف الوفات شهريا ما تاخدوش منهم ولا مليم، وسيبوا كل اللي يدخل عليها من المسلمين. في التعليم خلوهم يعملوا ترم ومت ترم وسنتين، خلوا كل المجتمع يتشغل، خلوهم يتوهوا. لما توصلوا لحاجه في الانحلال والفسق والاغاني والجاز والراب صدروها لهم، ولما توصلوا لحاجه في التسليح والنووي والقوى العسكريه اوعوا تعرفوهم حاجه عن الموضوع ده، توهوهم. صدروا لهم مسلسلات اجنبيه من اول ما تدمروا فكرهم من ايام فالكون كريست، وبعد كده دمروا عقيدتهم، بعد كده في هركليز، وبعد كده عملوا لهم كل حاجه، بوظوهم دمروهم على كل المستويات وعلى كافه المستويات.
وكانت النتيجة ايه يا جماعة؟ بعد سنين انت بتعيط ليه؟ اصل الجل بتاع شعري خلص ومعيش فلوس اجيب جل تاني. وانت بتعيط ليه؟ اصل المغني اللي انا بحبه ما خدش الالبوم بتاعه احسن البوم السنة دي. وانت بتعيط ليه؟ اصل الفريق بتاعي ما كسبش في الماتش. وانت بتعيطي ليه؟ اصل ماما مش راضية البس زي ما انا عايزة. بتقول لي يا بنت انت اخرك استريتش وميني جيم، اكتر من كده احنا عيلة محافظة، ما ينفعش اكتر من كده. وانت بتعيطي ليه؟ اصل اللي انا بحبه ما اتصلش بيا النهاردة. بس خلاص وصلنا، انسفوهم، احاصروا غزة، احتلوا العراق، اضربوا افغانستان، اشتموا النبي بتاعهم، نزلوا صور تشتموا فيها النبي بتاعهم في جرايد العالم كله، ذلوهم واعملوا لهم سجن ابو غريب، وذلوهم وهنوهم، اعملوا كل اللي انتوا عايزينه منهم. ليه؟ ده انتوا تبقوا اغبياء لو ما استغلتوش الفرصة. خلاص مخططاتنا اثمرت. الشاب الاندلسي الاول اللي كان بيبكي عشان الجهاد في سبيل الله فين هو دلوقتي؟ فين؟ انتوا مش زيه ليه؟ احنا مش زيه ليه يا جماعه؟ والشاب الاندلسي الثاني اللي عمل الوقت زي الشباب دلوقتي اللي دمروا الامه ونسفوا الامه ونزلوا عقوبات من ربنا على الامه بسبب معاصيهم، انت السبب، انا وانت السبب، انا وانت وانت السبب، ولازم نعترف بكده. شاب امريكي في دوري كره السله للمحترفين حب الاسلام واراد انه يسلم، قال بس انزل بلدنا بقى، انزل مصر اتعلم الاسلام واعرف الاسلام. نزل لما احتك بالمسلمين كره الاسلام وارتد تاني ورجع تاني لامريكا والعياذ بالله. ليه؟ بسبب المسلمين. بسبب اللي بيسلم الوقت بره ويجي يزور بلاد المسلمين عشان يعرف الاسلام، بيقول الحمد لله ان انا اسلمت قبل ما اشوف المسلمين. لو كنت شفتهم قبل ما اسلم ما كنت صدقت ان الاسلام دين كويس. بقينا احنا السبب في ان غير المسلمين ما بيدخلوش الاسلام. احنا اللي عدنا مشوهين الصوره يا جماعه، احنا السبب، والله العظيم احنا السبب. شاب الامريكي دلوقتي لما يجي في الشوارع ويشوف اللي بيحصل وتيجي تقول له انتوا بتضربونا ليه؟ بنضربكم ليه؟ انتوا معترضين ان احنا بنتريق على النبي بتاعكم؟ ده انتوا جبتوا واحد منكم لبس دقن ولبس نفس لبس النبي بتاعكم وكتب جنبه الارهابي وكلكم اتفرجتوا على الفيلم، احنا اللي هنحترم النبي بتاعكم؟ ده انتوا احترامكم للنبي بتاعكم يوم في السنه يوم المولد تجيبوا واحده حاطه نص كيلو بويه على وشها ووراها فرقه بالطبل والسجاد، تقعد الفرقه تعزف وهي تقول حبيبي يا رسول الله وتاكلوا حلاوه وانتوا قاعدين تسمعوها. اذا كنتوا انتوا عملتوا كده مع النبي بتاعكم عايزين احنا نحترم النبي بتاعكم. اذا كان المسلم بيجري ورا المسلمه دلوقتي عايز ينال منها اي شيء في الحرام، انا اللي احترم حرمه المسلمه. اذا كانت المسلمه بقت بتمشي في الشارع ما تتعرفش لبسها من غير المسلمه، احنا اللي نحترمها. اذا كانت فضائيات كل وقت بقت اسوأ من الفضائيات اللي احنا بنعملها. وشاب نزل لندن، شاب بيعالج والدته من شباب الخليج، نزل لندن، فلما نزل لندن شاف البنات والسفور جه عندنا، فلما نزل في الشارع قال لا ده لندن ارحم، لندن ارحم. يا ياه يا أمة الإسلام، وحزناها على أمة الإسلام، وحزناها علينا والله العظيم يا جماعة. ما هم لو كانوا شافوا رجالة، لو كانوا شافوا رجالة وستات رجالة ما كانوش عملوا كده، ما كانوش اتجرؤوا على النبي. يوشع بن نون صلى الله عليه وسلم لما جه يقود بني اسرائيل عشان يفتح بيت المقدس ويفتح المسجد الأقصى ويحرر فلسطين، قال لهم استنوا، لا يتبعني رجل من ثلاث، لا واحد كتب كتابه على واحدة ومستني ان هو الدخلة، ولا واحد رفع اسقه في البيت رفع عميد البيت ومستني انه يعرج الساق. يعني ايه يا يوش؟ يعني ما فيش واحد في قلبه دنيا يمشي ورايا. لما طهر الصف خرج بالباقيين ربنا فتح على ايديه. يعني عايزين الصف يتطهر يا جماعة. انت منين؟ انت من اللي هيطرد بره الصف ولا من اللي جوه داخل الاطهار؟ انت سبب لنصرة الاسلام ولا سبب لهزيمة الاسلام؟ لو يوشع بن نون جه دلوقتي وقال لا يتبعني شاب من ثلاث، لا تتبعني فتاة من ثلاث، لا يتبعني اب او ام من ثلاث، اللي في قلبه الدنيا يخرج بره. انت هتخرج بره ولا هتبقى من الصف اللي هيتفتح على ايديه؟ هتبقى منين؟ هتبقى من انهي طائفة؟ هتبقى من الطائفة اللي بتنصر الدين ولا لا؟ اسأل نفسك، انت سبب لنصرة الدين ولا سبب لهزيمته؟ انت سبب من اسباب انهم شتموا النبي ولا سبب من اسباب انهم خافوا وارتدعوا عن انهم يشتموا النبي؟ اسألي نفسك دلوقتي، اسأل نفسك باللي انت بتعمله في حياتك واللي انت بتعمليه في حياتك. اسأل نفسك يا ايها الوالد الكريم اللي قاعد قدامه، ايها الام الفاضلة، باللي انتم بتعملوه مع اولادكم. الاب دلوقتي ممكن يدخل يصحى بالليل يشوف شوية هوا يجوا على ابنه، احسن ابنه يعيا، وممكن ابنه ما بيصليش، معرض ان هو والعياذ بالله ان هو يتعرض للعن من الله بسبب انه ما بيصليش. طب ما بيصليش ابنك؟ لا حول الله يا رب، والله انا زعلان بس اعمل له ايه؟ ممكن البنت طالعه رحله يوم الجمعه الصبح، ابوها يا بنت هتطلعي ازاي؟ انت هتجيب لي عقده نفسيه وانا هكتئب وانا عايز ابقى زي صحباتي. خد يا بنت احسن يجي لك عقده نفسيه، وهي مش محجبه اصلا، متعرضه لذنب الرسول عليه السلام قال عليه ان صاحبته ملعونه، وما يعرفش بنته هتروح تعمل ايه ولا تسوي ايه، ولا الرحله ديت يوم ما تقابل قدام ربنا
ربنا هتتسأل هي عنها ازاي وهيتسأل عنها ازاي. الاب الوقت عشان يدفع لابنه اشتراك النادي ويدفع لابنه ثمن الدروس ويدفع للبنت ثمن الازياء عشان تبقى زي صاحبتها عشان يجي لها عقده نفسيه، ممكن يسرق ويرتشي وياكل ورث اخته وياكل مال اليتيم والعياذ بالله. يبقى يا جماعه مين السبب؟ يا جماعه مين السبب؟ جزاكم الله خيرا يا دنمارك، ربنا يهديكم والله، الف شكر يا دنمارك، انتوا فوقتونا، انتوا عرفتونا احنا فين بالظبط، انتوا عرفتونا امة محمد بقت فين بالظبط يا دنمارك. احنا عايزين نقدم شكر بركين شكر، مش نشتمهم مش نلومهم يا جماعة، احنا عايزين نفوق. عارفين اللي بيحصل ده ليه؟ عشان نفوق، عشان ربنا يميز الامة. بقى تلاقي الراجل عامل على العربية من ورا، حبيبي يا رسول الله، وايديه طالع من العربية بالسجارة، دخان السجارة طالع لفوق. حبيبك يا بقى هو حبيبك وبتعمل كده في دينه وفي طاعة الله سبحانه وتعالى، وتلاقي الراجل كاتب على باب شقته نحن فداك يا رسول الله. طب وانتوا بتصلوا يا جماعة؟ والبيت ممكن يكون ما بيصليش اصلا يا جماعة. يا ربي يا ربي، لازم الامة تتميز، لازم يبان مين الصادق من مين الكذاب، مين اللي مع ربنا مش مين اللي مع ربنا، مين مع محمد مش مين مع محمد. مين يعني الشباب اللي خرجوا في ماتشات الكوره في الانتصارات بتاعت ماتشات الكوره؟ ما خرجوش لما النبي اتشتم، ما خرجوش لما غزه اتحصرت. الاب يدخل الوقت على من البيت، يفتح بقى وتعبان وهل كان بقى، يلاقي ابنه قاعد محبط كده على الكرسي. ايه يا ابني مالك يا حبيبي؟ في ايه؟ مش قادر يا بابا اقول لك في ايه. ايه يا ابني اختك حصل لها حاجه؟ لا. امك يا ابني حصل لها حاجه؟ لا 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 لا. امال يا ابني صعدت يا ابني؟ يا ريت يا بابا كنت صعدت يا ريت، ولا كان اللي حصل حصل. ايه يا ابني وقفت لي قلبي؟ المنتخب يا بابا، المنتخب. منتخب ماله يا ابني؟ ماله الف بعد الشر عليه؟ المنتخب اتعادل يا بابا، انا لله وانا اليه راجعون. معلش يا ابني معلش، ان شاء الله هننتصر، وان شاء الله احنا لسه في الدور الاول هننتصر وهناخد الكاس ان شاء الله يا ابني. وخد بالك لو الصحف الاجنبيه اتريقت على المنتخب بتاعنا وعملت رسومات كاريكاتيريه شتيمه فيه، احنا هنقف ورا المنتخب. ما هو لو المنتخب بتاعنا عمل ماتش وما وقفتش معاه هيتقال علينا خاينين، واحنا ما نخونش المنتخب ابدا، وهنثبت لهم ان المنتخب وراه رجاله، وراه رجاله. يا جماعه لازم نفوق، يا جماعه لازم نفوق والله العظيم. ده احنا اقل مشكله عندنا في الدنيا الكون بيتقلب عليها من الحزن والقهر. انا بقول لك انصر نبيك، انصره ازاي؟ تنصره ازاي؟ هو ابنك لو حد حط السكين على رقبته هتقول انجزه ازاي؟ هو لو شاع عمرك حد جه يسرقه هتقول اعمل ايه في شاع عمري واسلمه ازاي؟ هو الكلام ده فيه ازاي؟ هي الحاجات دي فيها ازاي؟ الحاجات دي فيها ازاي؟ الحاجات دي فيها عاطفه بتحرك الانسان، عاطفه قويه بتحرك الانسان. لو ما فيش في قلبك العاطفه ديت، انا بقول لكم يا جماعه لازم موقف جماعي ضد اللي بيحصل. موقف جماعي ازاي؟ نعمل ايه؟ وهو لما مصر اتلمت كلها حوالين فريق الكوره، كانت حد قال لهم اتلموا؟ ولما بعتوا 23 مليون اس ام اس للشاب المصري اللي بيصف في التصفيات بتاعه ستار اكاديمي، حد قال لهم اتلموا؟ دي عاطفه، ده حب. لو مش في قلبك ما اقدرش ان انا اجبرك على انك تعمل حاجه، دي لهفه. لو مش في قلبك تجاه النبي ما اقدرش ان انا اوجهك لاي حاجه. هو ده ديننا يا جماعه، احنا السبب والله العظيم، احنا السبب للاسف الشديد، للاسف الشديد احنا اللي عملنا في ديننا كده، احنا اللي ادينا ان ديننا يوصل للمنظر دوت واللي بيحصل لديننا بهذه الطريقه للاسف. الامام الغزالي لما التتار دخلوا بغداد ودمروا وحرقوا ونسفوا وذبحوا وقتلوا الخليفه، فالمسلمين جروا على دمشق، الحقونا الحقونا، دخلوا على المسجد يصوتوا ويصرخوا، الناس كلها قامت تعيط، ازاي المسلمين اخواننا يحصل لهم كده؟ الامام الغزالي قال بس ده كله هيقوم الوقت على بغداد ينسف المغول شويه، وده راح بيته، وده راح لمراته واولاده، وده راح لمحله، وده راح ينام، ولقى المولد اتفض. ايه ده؟ هو انتوا بتوع كلام بس ولا ايه؟ دخل بيته قفل على نفسه 5 سنين يالف احياء علوم الدين، قال لا ده الامه دي عايزه تتربى من تاني، احنا السبب يا جماعه. انتوا مستهينين، انت عارف انت لو ما نصرتش النبي هيحصل لك ايه؟ يعني انا بحس ان في كتير من اللي بيتكلم في نصره النبي او كتير مننا وهو بيتناقش في نصره النبي معتقد ان نصره النبي ده حاجه تدل ان احنا عندنا دين، ده جنه ونار، ده احنا هنهلك لو ما نصرناهوش. الا تنصروه ربنا بيهددنا، بيهددنا سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات، ربنا غضبان يا جماعه. ده احنا والله العظيم هنضيع، هنضيع لو ما ورناش من ربنا لربنا من انفسنا خير. ده جنة احنا ممكن نروح جهنم بسبب ان احنا ما بنصرفش النبي. انتوا فاكرين انها قضيه بسيطه كده؟ ده عقيدتك، ده دينك، ده تاني سؤال هتتسال عليك في قبرك لما تنزلي تحت التراب. متخيل ساعه الذهاب للحوض للنبي عليه الصلاه والسلام، لما نروح للنبي عليه الصلاه والسلام على الحوض كده، يا رسول الله وحلق وحلق اللي ما نصرش النبي هيتقطع من العطش خلاص، يا رسول الله اسقيني يا رسول الله، وجاي يقرب يا الملائكه بتزقه بعيد ايه يا رسول الله؟ ف
فالرسول صلى الله عليه وسلم يسألهم انتوا بتبعدوا ليه يا رسول الله؟ انك لا تدري ما احدثوا بعدك، انت مش عارف كانوا بيسمعوك بتسب ومشغولين في دنيتهم وتجارتهم ودراستهم وشهواتهم ونزواتهم وقنواتهم وكليباتهم ومواصلاتهم، كانوا مشغولين عنك وموبايلاتهم مشغولين، انت مش عارف عملوا ايه، انت مش عارف اثروا في حقك قد ايه. فتيجي ساعتها يا رسول الله معلش يا رسول الله معلش، معنى والله يا رسول الله كنت مشغول، كنتش فاضل بسرعه، كنت مشغول، كان ورانا الدوره الافريقيه خرجنا منها رسول الله، لقينا تصفيات لستار اكاديمي في الاخر ما اقدرش اضيعها، اضيع تصفيات لستار اكاديمي ازاي؟ والله متابعين طلعت من لستار اكاديمي لقيت الدوري العام، ما اقدرش يا رسول الله انا اسيب الدوري العام، كنت مشغول غصب عني، طلعت من الدوري العام لقيت امتحانات اخر السنه، دخلت بدوامه الامتحانات، طلعت من الامتحانات لقيت الاجازه، الصيف ما بيتعوضش يا رسول الله، ازاي طلعت على المصايف؟ رجعت من المصايف لقيت دخلت الدراسه تاني، معلش يا رسول الله، اسقيني معلش خلاص والله كنت مشغول، والاب يطلع وانا معلش يا رسول الله، انا كمان معلش، اصل انا كنت مشغول قوي قوي والله، ما كنتش فاضي ان انا انصرك ولا ان انا ادافع عن سنتك ولا ان انا ادعو عن الدين ولا ان انا انصر غزه ولا ان انا ابقى راجل اصنع ديني، ما كنتش فاضي، ده انا كنت الصبح بشتغل عشان البيت تعرف اجيب لها لبس تلبس زي صاحبتها، وبعد الظهر بشتغل تاني عشان تمن الدش والوصله اعمل ايه يا رسول الله، وبالليل عندي شغلانه ثالثه عشان الولا ودروس المدارس والكتب الدراسيه والمناهج الدراسيه، والله يا رسول الله ما كان بيفضلي في اليوم غير ساعه بس، اروح اخر اليوم تعبان ساعه اللي اقعد فيها اشوف اخر اخبار المنتخب، وان كنت الحق لي ساعه كده قدام الشطايم ولا حاجه ارفع نفسي ولا انفجر يا رسول الله، والام تقول له وانا يا رسول الله، انا يا رسول الله معلش والله، والله العظيم لما بتوع الدنمارك شتموك كان مقطع في كبدي وكنت زعلانه وكنت بدعي عليهم ربنا يهلكهم، بس اعمل ايه يا رسول الله؟ طب بنتك اللي في ثانوي سبتيها تلبس اللي لبسته ليه يا رسول الله؟ خفت حتى لو قلت لها البيت حجاب البنت تعمل في نفسها حاجه، طب وبنتك اللي في الجامعه سبتيها تلبس اللبس اللي تلبسه ليه والمكياج اللي بحطه ليه؟ اعمل ايه يا رسول الله؟ اصل البنت اللي في الجامعه كنت عايزها تتجوز احسن ما تتجوزش ولا حاجه، طب وانت كنت بتطلب رزق الله بمعصيه انا قلت عليها ان صاحبتها ملعونه ازاي؟ طيب وابنك اللي ما كنتش بتصحيه الفجر رغم انك كان ممكن تبقي صاحيه يا رسول الله، ده سهران طول الليل قدام الدش والنت والمذاكره يريح له جسمه ساعتين احسن عنده محاضره الصبح، طب وجوزك اللي كان بياكلكم من فوائد البنوك ما قلتلوش ان فوائد البنوك ربح حرام ليه؟ والوصله الوصله بتاعت القنوات اللي كانت عندكم اللي دمرت دنيه واخره اولادك وبناتك ما قطعتهاش ليه؟ وما حفظتيش اولادك القران ليه؟ وما علمتيش بنتك الدين ليه؟ وما وقفتيش في وش اولادك وقلت لهم انا لا امكم ولا اعرفكم لو ما تبتوش الى الله وعرفتوا طريق ربنا ليه؟ يا رسول الله ده احنا كنا مشغولين والله العظيم، احنا اسفين احنا جايين نعتذر على الحوض يا رسول الله، اعتذار غير مقبول على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد كده العرض على الله، يدخل اللي ما نصرش النبي واللي خذل النبي للعرض على الله، ربنا سبحانه وتعالى يساله انت سمعت ان بنت يهوديه رسمت النبي في الصوره ديت وزعت الورقه؟ سمعت. انت سمعت ان في كتاب في معرض الكتاب كان بيسخر من النبي عليه الصلاه والسلام وسكت؟ سمعت. انت سمعت ان النبي عليه الصلاه والسلام اتشتم في الدنمارك في 17 جريده؟ سمعت. انت سمعت ان اخوانك في غزه كانوا متحاصرين وسكت؟ سمعت يا رب. سمعت في كل نشره اخبار يا رب. ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا ابصرنا وسمعنا. بنكس راسك ليه؟ ارفع راسك. ارفعها ازاي؟ ارفعها ازاي يا رب؟ ارفعها ازاي وانا النبي عاش حياته وعمره كله عشاني، ولما احتاج نصرتي ما نصرتوش، هو مش محتاج نصرة حد لان ربنا نصره من قبلنا كلنا. ارفعها ازاي وانا قبور الصحابة اللي شالوا الدين اتوزعت في الارض كلها، طلعت انا اذان الفجر بيدن جنب بيتي مكسل ان انا انزل اصلي في الجامع، ارفعها ازاي؟ يا ده انا ياما خذلت ديني، ده انا ياما خذلت رسولي، ده انا ياما خذلت نبي الله وحبيب الله، ارفعها ازاي يا رب؟ وساعة ما الواحد يجي يدخل قبره يتردد في ودنه صوت سعد بن الربيع وهو بيموت وبيحتضر ورايحين في غزوة أحد يشوفوا ماله، ما وصاش بين على بنته ولا على أولاده ولا على مراته ولا على الدنيا، ولا قال لهم انجدوني والحقوني، ولا قال لهم أنا بتألم، ولا أي حاجة خالص، قال لهم لا عذر لكم، لا عذر لكم، محدش له عذر، لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. والآن فينا أعين تطرف
وأذان تسمع وجيوب مليانة فلوس وثلاجات مليانة أكل وبيوت مليانة خير، وللأسف ما بنعملش حاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قول صلى الله عليه وسلم، يعني بعد كل اللي عمله عشان ما نستبخلين حتى كلمة صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. سعد بن الربيع يا جماعة مات عشان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول. طب لو سكتنا لما الرسول اتشتم في خيانة، ايه بعد كده؟ ولو دي مش خيانة سكتنا، ده أمال الخيانة تبقى ايه؟ إلا تنفروا. لو ما نصرتوش النبي، لو ما عملتوش لدين الله ونصرتوا النبي وحرقتوا قلب اللي شتموا النبي عليه الصلاة والسلام، لو ما نصرتوش النبي يبقى انتوا ايه؟ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. يا جماعة احنا عايزين نتقي غضب الله، عايزين نتقي غضب الملك الجبار. تركيا دولة إسلامية، بس لما حصل فيها موقف أهين المصحف الشريف وسكتم، ربنا سلط عليها زلزال 4 ثواني قتل 40,000 واحد. باكستان دولة إسلامية، ولكن لما حصروا إخوانهم في أفغانستان وجوعوهم وحاربوهم، ربنا سلط عليهم زلزال شرد 10,000 منهم في العراق. يعني عايزين نتقي غضب الله، عايزين نتقي غضب الله في اللي احنا بنعمله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتوا عارفين لو نصرنا النبي هناخد ايه؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام احنا كسبانين والله، ده فرصة عمرنا، فرصة عمرنا ان احنا نثبت لرسول الله احنا بنحبه قد ايه، ونثبت لربنا احنا بنحب دين ربنا قد ايه. لما الرسول عليه الصلاة والسلام انكشف في غزوة احد، وخلاص الرسول انكشف عليه الصلاة والسلام والمسلمين جيروا بعيد عن النبي، فالرسول قال ايه؟ من يردهم عنا وله الجنة. الوقت النداء ده لسه موجود، مين يردهم عن حبيب الله ولو الجنة؟ مين يردهم عن عرض رسول الله ولو الجنة؟ أبو طلحة وقف يرمي عن النبي النبل، لما يجي سهم على النبي يجيب رقبته على السهم عشان لو السهم جه يجي في رقبته ما يجيش في النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يقول نحري دون نحرك يا رسول الله، رقبة الطير بس انت ما تتخدش يا رسول الله. مين فينا شعاره نحري دون نحرك يا حبيب الله؟ مصعب بن عمير اتقطع حتت قدام النبي يدافع عن النبي، ابو دجانه ما لقاش حاجه يعملها رمى جسمه على النبي عليه الصلاه والسلام يحمي النبي بجسمه عشان لو جت طربه تيجي فيه هو ما تجيش في النبي عليه الصلاه والسلام. يا جماعه ده النبي عليه الصلاه والسلام مره كان عايز ينام ويعني متوقع اي هجوم عليه من المشركين، فقال هل من رجل صالح يحرسني الليلة؟ اللي يحرس النبي ويدافع عن النبي ده راجل صالح، صالح. ابو ايوب الانصاري روي انه مرة لقى على لحية النبي حاجة كده فشلها اخذها، فقال له رسول الله اخذ الله عنك، ربنا يدافع عنك وينصرك ويحصابك على مين يعديك. احنا بندافع عن احب حبيب الى الله، يعني احنا الوقت بنعمل احب عمل الى الله، يعني احنا الوقت بنتزلف لحب الله وبنتقرب لحب الله بالدفاع عن احب حبيب الى الله سبحانه وتعالى. اللي مش عايز يرضى، يا ترى انت بكيت كم مره؟ يا ترى بكيت كم مره من ساعه ما سمعت ان النبي اذي؟ يا ترى انت غضبت كم مره من ساعه ما سمعت ان النبي عليه الصلاه والسلام اذي؟ ما هم بامه احمد لا والذي فطر السماء، ما هم بامه خير خلق الله بدءا وانتهاء، ما هم بامه سيدي حاشا فليسوا الاكفياء. يا جماعة والله العظيم الواحد بيحتار وهو ماشي في الشارع. إني أحار بهؤلاء أحار نهجا وانتماء، هذا إلى صنم يطوف به وذا عبد النساء، والمال آلهة فقدسه وكان له الفداء، ويقاتلون عن الرذيلة يرخصون لها الدماء. النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة الدفاع عنه ده أوجب حاجة علينا في حياتنا والله، أوجب حاجة إن احنا ندافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا احنا ما غضبناش الكون كله هيغضب. أنتوا معتقدين إن النبي ده الجماد بيغضب للنبي، ده ملائكة السماوات بتغضب للنبي، ده الحجر والشجر هيغضب للنبي. النبي عليه الصلاة والسلام يروى إن سورة الرعد كان من أسباب نزول سورة الرعد إن ربنا سبحانه وتعالى لما رأى أحد المشركين أراد إنه يقتل النبي فنزلت صعقة من السماء حرقته. يعني الرعد بيغضب للنبي عليه الصلاة والسلام، بيغضب للنبي. الأرض لما واحد من المشركين جه ادعى الإسلام ورجع مكة قعد يسب في النبي، لما الراجل ده مات كل ما يدفنوه القبر يلفظه، يدفنوه القبر يلفظه، سبحان الله. الأرض غضبت للنبي. ابن عباس كان مرة قاعد مع الناس فبيقول لهم قال رسول الله، قالوا له قال يعني وقال فلان، قال لهم يوشك أن تمطر السماء عليكم حجارة. أنا بقول لكم قال رسول الله، يعني موضوع خطير، السماء ترجم البشر بالحجارة، غضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الكون كله بيغضب لرسول الله، الكون كله. لما المغول
يعني دخلوا الدولة الإسلامية، فأراد واحد نصراني ان هو ايه ياخد المغول بقى وايه ويرجع الدولة الإسلامية تاني ليهم، فراح للمغول وراح لملك المغول وقعد يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر القصة لابن حجر العسقلاني، الإمام ابن حجر قعد يسب النبي، فكان في كلب يعني متسلسل كده قعد ينبح عليه ينبح فوقه، قالوا له ده بينبح لانك انت بتسب رسول الاسلام، قال لهم لا، وفضل يسب النبي عليه الصلاه والسلام. لما سب النبي عليه الصلاه والسلام حصل ايه؟ ربنا ادى للكلب قوه، فك السلاسل بتاعته وجري، هجم عليه، هجم على رقبته، نهش حنجرته، موته مذبوح. كلب غضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاه المسمومه اللي المراه اليهوديه سمتها للنبي عليه الصلاه والسلام، الشاه المسمومه لما ربنا انطقها للنبي الشاه غضبت لرسول الله. والملائكه يا جماعه، والملائكه بعد ذلك ظهير. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وان تظاهر عليه، لو هتاذوا رسول الله فان الله هو مولاه، فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. الملائكة كلها، الملائكة دي مليارات في السماء الدنيا، ومليارات عند البيت المعمور في السماء السبعة، ومليارات في السماوات كلها. الملائكة مظاهرة ملائكية كونية لنصرة رسول الله. ملك الجبال لما النبي طرد من الطائف نزل للنبي قال له لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. ملك الجبال من غضبه للنبي بيقول لك انت فهم لك ناس. لما أبو جهل جه قرب من النبي عشان يأذيه وهو بيصلي عند الكعبة، فحصل إيه؟ أبو جهل رجع مرعوب. النبي قال للصحابة إيه؟ لو اقترب مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. الملائكة من غضبها هتقطعوا حتت، هتمزقوا، هتفرموا، غضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في غزوة أحد لما المسلمين يعني سابوا النبي وفروا يعني المسلمين، فالنبي بقى لوحده، فأول واحد رجع من المسلمين كان سعد بن أبي وقاص. فسعد بن أبي وقاص هو رجع شاف منظر رهيب، فبيوصفه بعد كده بيقول يعني ان هو لما رجع رأيت عن يمين النبي رجل وعن شمال النبي رجل يقاتلان عنه أشد القتال، ما رأيتهما قبل هذا وما رأيتهما بعد هذا. انتوا عارفين دول مين؟ جبريل وميكائيل، ربنا نزلهم يدافعوا على النبي لما النبي ما بقاش في حد يدافع عنه. نصرة الملائكة للنبي وغضب الملائكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وربنا، فإن الله هو مولاه إلا تنصروه فقد نصره الله. ربنا سبحانه وتعالى، انتوا يا جماعة فاكرين ربنا بيقول ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم؟ ربنا يقدر، ربنا يقدر يختف بيهم. ايه الدنمارك في اوروبا؟ وايه اوروبا في الكرة الارضية؟ وايه الكرة الارضية في المجموعة الشمسية؟ وايه المجموعة الشمسية في مجرة التبانة؟ وايه مجرة التبانة في 400 مليار مجرة اللي العلماء رصدوهم بالتلسكوبات؟ وايه 400 مليار مجرة في السماوات السبعة؟ وايه السماوات السبعة في عرش الله سبحانه وتعالى ومن قبل في الكرسي؟ يا جماعة ده الموضوع والله العظيم، ده جبريل جناح واحد من 600 جناح شال عليه قوم لوط كلهم وخسف بهم الارض. الفرح بتاع اليهود اللي اتخسف بيهم الارض قدام عينينا وشفناه كلنا، ما لحقوش يصرخوا ولا يصوتوا. الصوت الصريخ اللي سمعناه ده صوت الناس اللي حواليهم، مش صوتهم هم. ربنا قادر، الله قادر، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، عشان كل واحد يبان، عشان كل واحد حياته تبان، عشان كل واحد عقيدته تبان، عشان كل واحد يظهر على حقيقته. لما الرسول عليه الصلاة والسلام من نصرة ربنا للنبي، ربنا عمل ايه في اللي اذى النبي؟ ربنا غضب قد ايه من اللي اذى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي بيسجد عند الكعبة، فجاء عقبة بن أبي معيط جاب أمعاء إبل مذبوحة امبارح زمان بقى حتى منها عفنت وفيها الدم وفيها الروس وفيها الفرس، ورماها على النبي عليه الصلاة والسلام. وقفوا يضحكوا ويضربوا كف بكف ويشاوروا للنبي ويقعدوا بقى يضحكوا ويسخروا عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي. ربنا عمل إيه؟ النبي قام ما بصلهمش، كمل صلاته وقام وبص للكعبة ورفع إيديه قال اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بأمية بن خلف، اللهم عليك بأبي جهل عمرو بن هشام، اللهم عليك بعضة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. انت عارفين ربنا عمل ايه في دول؟ انتوا متصورين ربنا عمل له ايه في دول؟ واحد واحد. أمية بن خلف، أمية بن خلف لما قتل بعد غزوة بدر، أمية بن خلف كان جسمه تخين اتعفن على طول وريحته طلعت، فهم بيجرجروه عشان يرموه في القليب بتاع بدر، جسمه اتقطع حتت لدرجة ان هم من المنظر قاموا هايلين عليه التراب وسايبينه. انما عقبة بن ابي معيط ده اسرع جثة اتعفنت في البشر كلها، اسرع جثة بعد ما ماتت اتعفنت، عقبة بن ابي معيط.
بعد ما مات لدرجة انه بيقول لك ان ما قدروش يدفنوه في القليب مع مشركي بدر، مع المشركين اللي اتقتلوا في بدر، اهالوا عليه التراب عشان يخلصوا من ريحته. ابو جهل ربنا موته اذل موته، اذل موته انتقام الملك، الملك العظيم لما انتقم لاحب خلق الله الى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما انتقم لسيد ولد ادم ولا فخر، لما انتقم من اللي عند ربنا اغلى من سكان السماوات والارض، لما ربنا انتقم لرسول الله ابو جهل ربنا جعل قتله في بدر مش على ايد حمزه ولا على ايد عمر ولا حد قوي، لا على ايد طفلين معاذ ومعوذ. تخيل لما ابو جهل كده يلاقي طفلين ابو جهيد ضاربينه بالسيف يسقط على الارض مدرك في دماغه وهو لسه ما اتقتلش. بعد كده ربنا يكمل عليه مين بقى؟ بعبد الله ابن مسعود. ربنا يخلي موته يكمل بعبد الله ابن مسعود. يجي عبد الله ابن مسعود اللي في نظر ابو جهل ايه ده، العبد اللي كنا بنعذبه، ايه ده، يطلع ابن مسعود يحط جزمته على رقبه ابو جهل ويقول له انت ابو جهل، انت ابو جهل اللي كنت بتعذبنا، انت اللي كنت بتاذي النبي وبتسب النبي عليه الصلاه والسلام. فابو جهل يبص له برعب وهو مخنوق يقول له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، انت اللي تكون نهيت على ايديك، انت اللي اتقتل على ايديك. فيحز رقبه ابو جهل يذبحه وياخد الراس يديها للنبي عليه الصلاه والسلام. موتت ابو جهل كان كلها ذل وكلها رعب لابي جهل لعنه الله. انما عتبه بن ربيعه، شيبه بن ربيعه، الوليد بن عتبه، ده دول اول ثلاثه طلعوا يحاربوا في غزوه بدر، اتقتلوا اول ثلاثه اتقتلوا. عارفين ربنا سبحانه وتعالى نزل فيهم ايات ايه في سوره الحج؟ هذان خصمان اختصموا في ربهم، المؤمنين والكفار، الثلاثة دول هم بقى. فالذين كفروا، شوف ربنا عمل فيهم ايه اول ما اتقتلوا، شوف ربنا انزل عليهم عذاب شكله ايه اول ما اتقتلوا. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، الله اكبر، جلدهم بقى نار، جلدهم بقى نار بتكويهم، مش تابوت من نار، ده جلدهم نفسه كانهم لابسين ثياب من نار مولعه عليهم 24 ساعه، زي ما كانوا بيلبسوا الصحابه اضرع الحديد، وزي ما كانوا يكووا الحديد ويكووا به الصحابه، وزي ما كانوا يجيب السيوف يسخنوها لغايه ما تحمر ويحطها على راس الصحابه وهم بيصلوا، وزي قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، زي ما كانوا بيصبوا على الصحابه الرمل المغلي في عز الحر وهم بيعذبوهم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، زي ما كانوا بيجلدوا الصحابه، زي ما ابو جهل طعن سميه وقتلها، زي ما كانوا بيرضخوا الصحابه بالحجاره. قف الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود، ده دول الثلاثه دول اول ما ماتوا، شوف العذاب اللي نالهم، ولهم مقامع من حديد كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها، زي ما كانوا بيحبسوا الصحابه ويسلسلوهم ويجوعوهم، وزي ما حبسوهم في الشعب 3 سنين لغايه ما ورقوا الشجر، وذوقوا عذاب الحريق. شفتوا انت امر ربنا، شفتوا ابو لهب ربنا ابتلاه بمرض اسمه العدسه حتى تهرى جلده وتساقط لحمه والعياذ بالله، لدرجه ان ولاده لما مات ما قدروش ان هم يقربوا منه من كتر بشاعه منظره، رموا عليه ميه من بعيد واهلوا عليه التراب. شفتوا اللي ربنا انتقم للنبي ازاي؟ شفتوا يا جماعه، شفتوا غضب ربنا، غضب الكون، الكون كله بيغضب عشان رسول الله، الكون كله بيتقلب عشان نبي الله وحبيب الله صلى الله عليه وسلم، الملائكه كلها بتغضب، والملائكه بعد ذلك ظهير مظاهره كونيه ملائكيه عشان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والملك من فوق 7 سماوات غضبان، والصحابه، الصحابه لما النبي اتشتم، احنا فين؟ احنا غضبنا قد ايه؟ احنا عملنا ايه؟ لما النبي عليه الصلاه والسلام اتشتم، الصحابه عملوا ايه؟ الصحابه تخيل، تخيل معاذ ومعوذ لما قالوا سمعنا ان ابا جهل يسب رسول الله، بيسب النبي، دخلوا الجيش وهم اطفال، يا ريت شباب الامه الوقتي يبقوا زي الاطفال بتوع زمان، يا ريت الاطفال بتوع زمان يتربوا في المسجد، في صلاه الجماعه، على القران، على الدين، على صحبه الصالحين، طلعوا رجاله من هم لسه اطفال، انما اطفال سبيستون وارتينز وديزني هيطلعوا ايه؟ هيطلعوا ايه يعني؟ اطفال كانوا رجاله، سمعنا انه يسب رسول الله والله لا يفارق سوادي سواده حتى يقتل الاخر الاعجل منا. سيد ام عماره المراه، ايتها المراه، ايتها الفتاه، ايتها البنت، ايتها الام الفاضله، المراه في نصره رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما الرسول انكشف في غزوه احد ام عماره فضلت تدافع عنه واقفه وراه تدافع من اي مشرك يجي يضربه بالسيف، المشرك عايز يضربه كل ما يجي في ناحيه ام عماره تجيله فمش عارف يعمل ايه، قام ضربها على كتفها ضربه بالسيف، بقت لمده سنه الواحد يدخل ايده فيها تدخل في الجرح ده، فقالوا لها انت اتحملت ازاي يا ام عماره؟ قالت واتحمل 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 من اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ام عماره جرحت يوميا نسيبه بنت كعب 12 جرح في غزوه احد، واحد منهم بس اللي انا قلت لكم عليه، ابنها لما جه ينجدها لما اتجرحت قالت له اليك عني ولكن اغث رسول الله، لما لقت ترث
بدل ما تدافع بيه عن نفسها راحت طرفت به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيروى ان النبي قال لها: ومن يطيق ما تطيقين يا ام عمارة. بطلة رجالة عرفوا الناس يعني ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويروى ان النبي قال: ما نظرت يوم احد عن يميني او شمالي او بين يدي او من خلفي الا ورأيت ام عمارة تدافع عني. يا رضي الله عنها رضي الله عنها. يا جماعة الصحابة كان بالنسبة لهم النبي ده هو حياتهم حياتهم. حسان بن ثابت لما سمع مشركي قريش بيسب رسول الله صلى الله عليه وسلم صمم انه هيألف قصيدة يهجوهم فيها يرد عليهم. هو اللي بيعرفه انه ألف شعر. ألف شعر. شوف انت موهبتك ايه، شوفي موهبتك ايه، شوف الحاجة اللي تقدر تنصر بها النبي وانصر بها النبي. حسان بن ثابت لما جه ألف القصيدة النبي قال له ايه في صحيح مسلم: يا حسان، إن روح القدس جبريل لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. طول ما أنت بتدافع عني أنت مؤيد من ربنا سبحانه وتعالى. أبو قتادة في غزوة تبوك لما النبي عليه الصلاة والسلام 30,000 طلعوا في الجيش طلعوا يدوروا على المية وسابوا النبي لوحده، فالنبي على دبته بالليل، فأبو قتادة قام جاي لما لقى النبي لوحده فضل جنب النبي ماشي جنبه طول الليل. النبي يجي يميل يسنده، يجي يقع من على الدبة يسنده، يجي يقع من على الدبة يسنده. فالنبي قال له: من؟ انتبه كده في آخر الليل. قال له: أبو قتادة. قال: حفظك الله بما حفظت به نبيا. ربنا يحفظك يا اللي حفظت رسول الله، ربنا يدافع عنك يا اللي دفعت عن رسول الله، ربنا يأيدك يا اللي أيدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربنا ينصرك يا اللي نصرت رسول الله. شوفوا يا جماعة، سيدنا عمر بن الخطاب مرة يعني حصل يعني زعل بينه وبين سيدنا أبو بكر الصديق، فالنبي زعل من عمر في دلوقتي فتح الباري. فجي عمر بن الخطاب للنبي، فالنبي زعلان من عمر فأشاح النبي بوجهه. فعمر بن الخطاب قام جاي من ناحية تانية، النبي أشاح بوجهه الناحية التانية. فعمر بن الخطاب جه ناحية تانية، النبي قام أشاح بوجهه. فقال له عمر: يا رسول الله، فما خير الحياة وأنت معرض عني يا رسول الله؟ هو حياتي بقى لها معنى وانت معرض عني؟ ان حياتي لها اي معنى ولا هدف من غيرك يا رسول الله؟ وهل رفعني الله الا بك؟ وهل هداني الله الا بك؟ هو انا من غيرك كان ليا اي قيمه يا رسول الله؟ انسان عارف قيمه النبي عليه الصلاه والسلام في حياته. رضي الله عن عمر بن الخطاب، رضي الله عن الصحابه الكرام جميعا. والله العظيم يا جماعه، يا دفعوا عن النبي قوي، عاشوا عشان النبي بكل حياتهم وبكل قوتهم. هان عليك هان عليك هان عليك هان عليك يا رسول الله بعد كل اللي عمله عشانك. هان عليك حبيب الله بعد كل اللي استحمله عشانك. هان علينا رسول الله بعد كل اللي تعبه عشاننا. رسول الله عليه الصلاة والسلام اللي قبل ما يموت بياب يعني ساعات يقول للصحابة: وددنا أن رأينا إخواننا، أو وددنا أن رأينا أحبابنا في رواية تانية. حبايبه بيقول: أنا نفسي أشوف أحبابي أحبابي حبايبي. قال له: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: لا، ده إحنا يا جماعة، إحنا اللي حبايب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتاق لينا، إحنا اشتقنا ليه. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جه يموت وسكرات الموت مزدادة عليه عليه الصلاة والسلام، كانت روح الحبيب تغرغر في صدره وهو يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، ويوصي بالنساء يوصي بيك وبيموت من حبه لينا وحرصه علينا. بعد ما يموت وهو في القبر دلوقتي لو أنت سلمت عليه يرد السلام عليك، بيدعيلك حتى وهو في قبره: السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا أفضل خلق الله عند الله. سلموا على رسول الله، هيرد عليك كل وقت يا جماعة. ويوم القيامة، يوم القيامة ال50,000 سنة اللي محدش بيبص لحد، هو في الدنيا تعب 23 سنة عشاننا، يوم القيامة هيتعب لسه 50,000 سنة عشاننا. يجي تحت العرش، ده أحاديث صحيحة، كل ده تحت العرش، يسجد تحت العرش يدعي ربنا شفاعة لأمتي: يا رب انقذ أمتي، أغث أمتي يا رب. وتلاقيه عند الحوض مصمم إنه يسقي واحد واحد مننا بإيديه، وتلاقيه واقف على الصراط مصمم إنه هو يثبت واحد واحد من المؤمنين قبل ما يعدي، وتلاقيه رايح يحرك حلق الجنة عشان باب الجنة يتفتح. ليه يا رسول الله؟ ليه أنت هتدخل دلوقتي؟ لا، عشان السابقين من أمتي يدخلوا الجنة ما يقفوش بقى في عرصات يوم القيامة. وتلاقيه عليه الصلاة والسلام يوم القيامة على الحوض بيشربنا، وتحت العرش بيشفع لنا، وعلى الصراط بيثبتنا، وعلى باب الجنة بيفتح لنا بأبي هو وأمي، بأبي هو وأمي، بأبي هو وأمي وروحي. والله العظيم، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاؤه، لعرض محمد منكم وقاؤه. نبي الله، هان عليكي
هان عليك رسول الله بعد كل اللي عمله، هان عليك حبيب الله. الرسول عليه السلام كل ولاده ماتوا في حياته يا جماعة. السيدة زينب ماتت في حياة عمره، أولاده كلهم دفنهم بإيديه. السيدة زينب ماتت في حياة عمره بعد غزوة بعد صلح الحديبية. والسيدة رقية ماتت يوم غزوة بدر، سابها وراح يخرج في الجهاد عشان نطلع مسلمين، ماتت يوم غزوة بدر وسابها وهي مريضة ودفنها بإيديه عليه الصلاة والسلام. السيدة أم كلثوم اتجوزت عثمان بن عفان وماتت في حياة عين النبي. وعبد الله والقاسم ماتوا بعد ما اتولدوا قبل بعثة النبي. وإبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام مات بعد ما بيمشي قدام عينين النبي والنبي فرحان به عليه الصلاة والسلام. لسه مين تاني؟ ما عادش غير فاطمة بشر بموتها قبل ما يموت، ان هي اول واحدة هتموت بعده. يعني النبي يا جماعة كل احبابه ماتوا، ومع ذلك مفيش مرة وقف عن الدعوة، مفيش مرة وقف عن بذل الجهد الليل والنهار عشان نطلع مسلمين، عشان نطلع عارفين ربنا، عشان نطلع قريبين من ربنا سبحانه وتعالى. انت عارفة رسول الله تعب عشانك قد ايه؟ انتوا عارفين النبي استحمل عشان قد ايه؟ هان علينا، هان علينا اللي تحول نتعرض لاكثر من عشرات محاولات القتل من المشركين بشتى الاساليب، وصمم ان هو يفضل على المبدا عشان نطلع مسلمين. هان علينا، هان علينا اللي عاش حياته كلها عشان يا جماعه ده النبي عليه الصلاه والسلام. ابو جهل المشركين حاولوا يقتلوه، ابو جهل حاول يرمي عليه الصخره وربنا دفع عن النبي عليه الصلاه والسلام. وبعد كده حاولوا قالوا يا تسلموه لنا نقتله يا نحبسكم في شعب ابي طالب، اتحبسوا 3 سنين عشان النبي عليه الصلاه والسلام ما يتقتلش. وبعد كده حاولوا يقتلوه يوم الهجره لما حاصروا بيت النبي عليه الصلاه والسلام وسيدنا علي نام جوه، علي بن ابي طالب نام جوه. خدوا بالكم يا جماعه، علي بن ابي طالب ما كانتش مهمته انه ينام بس، لا، علي بن ابي طالب كانوا في فتح الباري بيقول بيرشقوه قاعدين يرموه بالحجاره، يرموه بنبل. ليه؟ عايزين يصحى عشان يقتلوا النبي، بقى بيحسبوا ان هو النبي، والنبي خرج من مكه عشان يقدر يعني يبعد عنهم اكبر مسافه قبل ما يكتشفوه. ولازم المهمه بتاعت علي بن ابي طالب انه يفضل نايم حتى لو قتلوه ما يقولش اه، لان لو قال اه هيتعرف ان هو مش النبي، هيجروا يلحقوا النبي عليه الصلاه والسلام مهما رشقوه وضربوه ما يقولش اه. شايفين الفدائيه؟ علي بن ابي طالب لما كانت عينيه تعبانه لدرجه انه كان طريح الفراش في غزوه خيبر قال ايه ده؟ النبي هيقف صحيح البخاري، انا اتخلف عن رسول الله؟ انا اسيب النبي واتخلف عنه؟ لا يمكن ابدا. وقام وراح نام طريح الفراش عند خيبر عشان ما يتخلفش عن رسول الله. ربنا جعل فتح خيبر على ايديه، لان رغم العذر الرهيب بتاعه، العذر الرهيب بتاعه كان برضه صمم انه يبقى مع النبي. فالنبي قال لا اعطينا الرجل رايه غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. يعني ربنا فتح على ايديه بسبب ان هو مصر على اتباع النبي عليه الصلاه والسلام. يا جماعه، يا جماعه، ده ربنا لما ذكر نجاه قوم نوح قال فانجيناه والذين معه، وقوم هود فانجيناه والذين معه. معه دي يعني ايه؟ معه دي يعني مش معناها مسلمين وخلاص، معاهم معاك يا رسول الله، وراك يا رسول الله. انتوا مع النبي ولا مش مع النبي؟ احنا مع النبي ولا لا؟ لو النبي موجود دلوقتي هندعو معاه وهنجاهد معاه وهنستحمل معاه ولا لا؟ يا جماعه احنا فين من سنه النبي؟ فين من حياه النبي؟ فين من اخلاق النبي؟ فين من معاملات النبي؟ فين من تضحيات النبي عليه الصلاه والسلام؟ المشركين حاولوا يقتلوه، الجن والشياطين وابليس حاولوا يقتلوه فور بعثته عشان الحق ما ينتشرش في الارض في روايه صحيحه. المنافقين حاولوا يقتلوه قبل موته بسنه واحده بس في غزوه تبوك بابي هو وامي. اليهود حاولوا يقتلوه لما عملوا الشاه المسمومه عشان النبي ياكل منها بعد فتح خيبر ويقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاعراب حاولوا يقتلوه لما واحد من الاعراب تسلل من وسط الجيش ومسك سيف النبي وقال له من يمنعك مني؟ قال الله، فسقط السيف من يد الاعرابي. يعني كل اللي حواليه كانوا بيحاولوا يقتلوه. سبحان الله العظيم، مستحمل عشاني وعشانك. هان علينا، هان علينا حبيب الله، هان علينا ولي الله ونبي الله وصفي الله وخليل الله محمد صلى الله عليه وسلم. هان علينا ازاي بس يا جماعه؟ انا عايز قبل ما اسيبكم، يعني انا عايز يا جماعه نفهم، يعني طب نعمل ايه؟ احنا دلوقتي اتكلمنا ليه هم شتموا النبي؟ عشاننا، عشان احنا السبب في ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشتم. لم يفقهوا بدرا ولا امت ركائبهم حراء، لم يقرأوا سعدا وسيف الدين ما فهموا البراء، اني احار بهؤلاء
أحار نهجا وانتماء. والله العظيم لما بمشي في الشارع ابص للمسلمين كده افتكر البيت ده اني احار بهؤلاء. دول مين اللي ماشي دي مين واللي ماشي ده مين؟ والشاب اللي لابس سلسله وراكب عربيه ومشغل الاغاني ده مين؟ والام اللي ماشيه لابسه حجاب وبنتها جنبها لابسه استرش وباقي دي مين؟ دول مين؟ اني احار بهؤلاء احار نهجا وانتماء. دول تبع مين؟ دول من تمين لمين؟ انتمائهم لمين؟ اللي حصل ده لما غزة حصلت والنبي اتشتم وكل الناس وقفت مع الكرة ونسيت النبي وغزة فضيحة لانتمائنا الى رسول الله، فضيحة لانتمائنا. والله العظيم يا جماعة فضيحة. انتوا عارفين برضو قبل ما اختم الحلقة انتوا عارفين هم شتموا النبي ليه؟ في سبب تاني، سبب تاني، الرعب من الاسلام، مرعوبين من ديننا رغم حالتنا دهي، حالتنا دهي، مرعوبين منا. والله العظيم مرعوبين منا، مرعوب. انتوا عارفين الوقت انهم عاملين قطر في اوروبا بيلف بلاد اوروبا ومراكزها وقراها عشان، وفي شخصيات شهيرة جدا، عشان يحذروا الناس كلها من الاسلام، من رعبهم. عندهم حاجة اسمها اسلام فوبيا، اسلام فوبيا اسلمت اوروبا لدرجة ان كبار الشخصيات نفسهم بيتكلموا على الموضوع ده. الاسلام يا جماعة بينتشر انتشار كافح في اوروبا، كل يوم كنيسة جديدة بتتقفل ومأذنة جديدة بتترفع في اوروبا نفسها، سياسيين بيسلموا في الغرب وفي كل العالم، رؤساء دول زي رئيس دولة جامبيا، سياسيين زي روبرت كرين اللي كان نائب كيسنجر، سياسيين كبار زي مراد هوفمان اللي هو كان وزير كان سفير المانيا، كل رجال دين كله. انا اعرف ناس، يعني اعرف ناس من اخوة المجتهدة في الدعوة سافروا السودان عشان يدعوا الى الله، فلما نزلوا لقوا 20 واحد غير مسلم عمال بنا قاعدين يشتغلوا في البنا. الاخ بيدعي بيحكي لي بنفسه اللي كان في الموقف ده، بيقول قعدنا نكلمهم عن الاسلام ربع ساعه، 17 واحد منهم تقريبا اسلم في ربع ساعه، في ربع ساعه. في واحد يعني اخ صاحبي داعيه سافر دوله من الدول الافريقيه بيقول لي ان اكبر شخصيه دينيه هناك غير مسلمه كلمه حوالي نص ساعه في الاسلام اسلم. يا ربي يا له من دين، يا له من دين. لو كان له رجال، لو كان له رجاله واقفه معاه، لو كان له رجاله صامده بتدافع عنه، لو كان له اصحاب رساله وقضيه ده رسالتهم وقضيتهم في الحياه. يا له من دين لو كان له رجال. أي والله العظيم يا جماعة الوقت، يعني الوقت ما بيحاربونا في ديننا، لازم نفهم، لازم نفهم وبيعملوا كده ليه. مرعوبين من الإسلام، مرعوبين من قوة الإسلام. حتى الدنمارك نفسها، واحد دنماركي أسلم مؤخرا لما سمع شتمة النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يقرأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصل إيه؟ يا سلام يا رب يا سلام. حتى لما امريكا عملت الفرقان بتاعها عشان تهدم في الاسلام قالوا ايه ده، ده تقليد، ايه ده تقليد القران، طب ما نجيب القران كده نشوف القران الاصلي ايه. بدا الناس تشوف القران الاصلي وفيهم ناس تسلم. سبحان الله العظيم. يعني يرتد السحر على الساحر ويبقى دين الله ويبقى كتاب الله رغم محاولات التاريخيه طول 1400 سنه لهدم هذا الدين. والله العظيم الحرب اللي الاسلام اتعرض لها 1400 سنه لو كان اي دين تاني اتعرض لها كانت نسف، اتنسف من 1400 سنة، كانت اتنسف من ايام النبي. لو كل الحروب وكل الطاقات وكل الاموال وكل الجيوش اللي جندت، الاستشراق والتغريب والعلمانية والحرب العسكرية، لو كل الجيوش ديت والحروب بتاعة الاحتلال الدول الاسلامية لو دي كانت على دين تاني كان زمانه اتفنى، ولكن لانه دين الله سبحانه وتعالى. لو الحرب على القرآن دي كانت حرب على اي كتاب تاني كان زمانه اتنسف، ولكنه كتاب الله سبحانه وتعالى. عايزين نحس بقوه ديننا يا جماعه، عايزين نحس ديننا قوه قد ايه، عايزين نحس احنا معانا عقيده قد ايه. اللي بيحصل ده ثمره من ثمار التعصب، ثمره تعصب، متعصبين ضدنا. طب واحنا نعمل ايه؟ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. والده ايه؟ انا عايزك تركز معايا، اصل حب الانسان لابوه غير حب الانسان لابنه غير حب الانسان للناس اجمعين. حب الانسان لابوه حب كله تعظيم وتبجيل وتقدير. طب وحب الانسان لابنه كله عطف وحنان ورحمه. طب وحب الانسان للناس كله انس والفه. يعني النبي بيقول لك حبني اكتر ما بتحب اي انسان في اي نوع من انواع الحب. لو ابنك احتاج نصرتك او ابوك احتاج نصرتك هتنصره قد ايه؟ ننصر النبي اكتر يا جماعه، ننصر النبي عليه الصلاه والسلام اكتر، ننصر رسول الله بروحنا وبدمنا. والله العظيم نحري دون نحرك يا رسول الله، كلنا اليوم فداك. الامه كلها مجيشه في جيش محمد من اجل انها تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني صلاح الدين الايوبي كان في غزوة حطين، كان يعدي كده بالليل ما بين الـ 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 الخيم بتاعت الجنود، فلما يلاقي خيمة الجنود قاعدة تقوم الليل يقول من هنا يأتي النصر، لما يلاقي خيمة الجنود نايمين يقول من هنا تأتي الهزيمة. أنا عايز أسألك، أنا عايز أسألك،
انت الوقت سبب نصر ولا سبب هزيمة؟ انت مصدر نصر ولا مصدر هزيمة؟ يا جماعة يا جماعة، كل ذنب بنعمله بيرتد لإخواننا. كل واحدة متبرجة ماشية في الشارع بسببها ممكن تغتصب مسلمة. كل واحد بياكل حرام بسببه ممكن يتمنع مال حلال عن حد من المسلمين في أي مجاعة من المجاعات. كل معصية بتعملها طلقة في قلب أخوك، طلقة في قلب أخوك المسلم، المعاصي بتنزل عقوبتها عامة. احنا هنفضل كده هنفضل مفرطين في ديننا لإمتى يا جماعة؟ توصيات في الختام، نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ ياه نعمل إيه؟ ده احنا نعمل ونعمل ونعمل. أول حاجة يا جماعة، أول حاجة مبدئية كل واحد يقف مع نفسه ويسأل نفسه، أنا فين من سنة النبي؟ أنا فين من حياة النبي؟ أنا فين من ترتيب النبي؟ أنا فين منك يا رسول الله عشان أعرف أنا فين من رسول الله في الآخرة وفي الجنة؟ أنا عايزك تحاسب نفسك وعايزك تحاسب نفسك كل يوم على رقم واحد. هما بيشتموا النبي، إحنا نصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يبقى مشروع الصلاة على رسول الله، مشروع إدامة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الرسول بيقول إن اللي يذكر عنده الرسول ولا يصلي عليه رغم أنفه ومناخيره تتحط في التراب. مناخيرنا تتحط في التراب ليه؟ ما نصليش على حبيب القلوب الذي تطيب به أمراض القلوب عليه الصلاة والسلام بذكره. يبقى إحنا أول حاجة مشروع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الأمة كلها تجيش في الصلاة على رسول الله هذه الأيام، كل الأمة. تاني حاجة يا جماعة، المقاطعة، المقاطعة التامة لهؤلاء الناس وبضائعهم. في دول والله بتنتهك المقاطعة، والوقت عادوا بيصدروا يعني تحيد لك كلمة مكتوبة بخط كبير كده صنع في الدنمارك. يا جماعة عايزين الأمة كلها، بس مش تقاطع الدنماركيين بس، عايزين الشباب يقطع القهاوي ويقطع السيابر اللي فيها انحراف في الحلال، ويقطع القنوات الفضائية المنحلة، ويقطع المعاصي. والشاب اللي بيعصى، اللي بيعصى ربنا سبحانه وتعالى مع بنت، يا اللي شاب اللي بيعصي ربنا سبحانه وتعالى يقطعها والبنت تقطعه. عايزين مقاطعه للذنوب. عايزك الليله تفرض على مراتك انها تلبس نقاب زي لبس بنات النبي وزوجات النبي. عايزك الليله تقفي مع بناتك تقولي لهم انا لامكم ولا اعرفكم لو انتم ما عرفتوش النبي ولو انتم ما اتبعتوش سنه النبي. انتوا عارفين يا جماعه اكبر رد يحرق قلوبهم ايه؟ يحرق قلوبهم ايه قلوبهم؟ اكتر حاجه انك ترجع لدينك، انك ترجع لدينك، ان احنا نبقى نسخه من النبي في شكله وهمه وفكره، ان احنا ندعو الى الله، ان احنا نفوق الامه كلها وننقذ الامه كلها. انتوا عارفين يا جماعه اكتر حاجه تحرق قلوبهم ايه؟ لما راحوا يحاربوا في افغانستان والصحوه الاسلاميه قامت قالوا ماذا فعلنا؟ لقد ايقظنا المارد. اللي يرعبهم ان المارد يستيقظ. المارد في قلبك لازم يستيقظ، المارد في قلوبنا كلنا لازم يستيقظ، مارد الايمان. لازم نعهد ربنا ان شتم النبي المره دي يبقى نقطه تحول في حياتنا كلنا، وان احنا خلاص يا رسول الله والله العظيم هنقابلك يا رسول الله، هنرفع راسك على الحوض وهتترفع راسنا في وشك على الحوض يا رسول الله، وهنعرفك ان احنا تمسكنا بدينك. عايزين ايه تاني يا جماعه؟ عايزين اللي عنده مين فيكم ينزل حياته يبقى داعيه الى الله؟ مين فيكم تنزل حياته انها تبقى داعيه للنساء؟ مين فيكم ينزل حياته يبقى داعيه للشباب على النت؟ مين فيكم ينزل حياته يعمل جريده اعلاميه اسلاميه؟ ما هو سبب المشكله دي كلها ايه؟ 17 جريده اعلام. مين فيكم ينزل حياته انه يعمل جريده اعلاميه اسلاميه؟ مين فيكم يا جماعه اللي عنده موهبه يستغلها زي حسان بن ثابت بيعرف يكتب شعر استغلها لنصره النبي عليه الصلاه والسلام؟ اللي مش عارف يعمل حاجه يعيط، يعيط زي الشاب الاندلس الاول لما قعد على النهر يعيط وكانت الامه منتصره ومرفوعه وعزيزه. قل له يا رب ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا. نعيط ونقول له يا رب ارشدنا يا رب. يا جماعة جيش محمد، انت منه ولا ما انتش منه؟ أكبر رد للالتزام والشغل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ده أكبر رد على الإطلاق، أكبر رد على الإطلاق لينا شغل الدعوة إلى الله، إن احنا ندعو إلى الله سبحانه وتعالى. احنا يعني الوقت معانا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك شيخ حازم؟ ازاي شيخ محمود؟ اهلا وسهلا. يعني سيبنا على التليفون ده نص ساعه شيخ حازم كده. معلش شيخ محمود ربنا يبارك فيك، انت ربنا يزيدك حلم يا رب. اللهم ربنا ربنا يكرمك، جزاك الله خير يا شيخ حازم. ربنا يبارك فيك ويبارك في الشيخ محمود الكلمات الرائعه دي، وربنا ينفع بيك. اللهم امين. واحنا يعني انا بقول لك لسنا اهلا ان ندافع عن النبي عليه الصلاه والسلام، ولكن احنا نشرف انفسنا بالدفاع عن النبي. جزاك الله خير. وان شاء الله يعني ابشرك ان شاء الله تكون معنا يوم الاحد القادم ان شاء الله باذن الله في يوم مفتوح الا رسول الله ما شاء الله. ان شاء الله من والشيخ محمد ان شاء الله يكون معنا، ومن المغرب ان شاء الله ما شاء يوم الله. مفتوح لنعرف الغرب اخلاق سيدنا النبي ورحمه سيدنا النبي بالامه عامه، يعني الكافر قبل المسلم.
ربنا يجزيك كل خير. يعني يوم الاحد باذن الله نسعد بيك ان شاء الله ونبشر في مفاجآت حتى جميله للمشاهدين. يوم لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يوم لنصرة رسول الله. نعم يوم الاحد على قناه الرحمه. والله مش يوم, احنا طول ايامنا نصرة النبي ما شاء الله. ولكن يعني احنا خصصنا بس يعني نكرس جهودنا يوم الاحد ان شاء الله من بعد صلاه المغرب ان شاء الله تعالى باذن الله. وربنا يتقبل منا ومنك صالح العمل يا دكتور حازم. ربنا يجزيك كل خير يا رب. ويا ربنا ينفع بيك. ربنا يجزيك كل خير يا شيخ. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. وصلنا لنهايه الحلقه يا جماعه, خلاص وصلنا لنهايه الحلقه. الوقت يا له من دين لو كان له رجال. مين فينا هيبقى شعاره نحري دون نحرك يا رسول الله؟ مين فينا هيبقى شعاره كلنا اليوم فداك يا رسول الله؟ مين عايز يؤيد ويسدد وينصر؟ يبقى يؤيد وينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادعوا معايا بقلوبكم بالله عليكم, بالله عليكم, واحنا مقربين من الثلث الاخير من الليل. ادعوا معايا بقلوبكم, اللهم انصر حبيبك, اللهم انتقم ممن اذى حبيبك, اللهم اعنا على ان ننصر سنه حبيبك, اللهم سخر كل جوارحنا لنصرة حبيبك صلى الله عليه وسلم. يا رب يا رب استعملنا ولا تستبدلنا يا رب, يا رب يا رب لا تنتقم منا بتخاذلنا عن نصرة النبي يا رب. يا رب اللهم إنا نشهدك أننا عاجزون على أن نفعل شيئا لمن آذوا حبيبك, ولكننا نعاهدك يا رب. اللهم إنا تبنا إليك ورجعنا إليك, ونعاهدك على ألا نعود إلى المعاصي أبدا, ونعاهدك على أن نعمل لدين الله يا رب. سددنا يا رب, ثبتنا يا رب. اهد شباب المسلمين يا رب, اهد فتيات المسلمين يا رب. انزل هدايتك على اهل العالم الاسلامي كله يا رب. اللهم اهد غير المسلمين كما هديت المسلمين. اللهم عرف غير المسلمين بعظمة الاسلام يا رب. اللهم قيد لهذا الدين من ينصرونه, من يرفعون رايته. اللهم اخرج منا دعاة وداعيات وعبادا وعابدات وعلماء وعالمات ومجاهدين ومجاهدات. اللهم انصر دينك وانصر حبيبك. آمين آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب